السلام عليكم. نكمل حل كتاب جيم لتاني اعدادي الترم الاول العام الدراسي 2021-2022 صفحة 82 من الوحدة التانية. نبدأ بجزء المحادثة. هنا سؤال: هاي نادر، اهلا يا نادر. Can you tell me a little bit about your job؟ ممكن تقول لي اخبار او حاجة، شيء قليل عن الوظيفة بتاعتك. فهيقول له هنا like to know، يبقى what would you like to know، ماذا تريد ان تعرف. What would you like، هنكتب what would you like to know، ما الماذا تريد ان تعرف. فقال له I first of all، اول حاجة what's your job، ما هي وظيفتك. قال له I work، نقط. هنكمل عشان نعرف هو بيقول ايه. what نقط do you in your job، قال له I design programs to use، انا بستخدم برامج التصميمات. عشان ايه؟ I design programs، انا بصمم برامج to use. يبقى هنا هو كان بيشتغل ايه؟ يبقى computer engineer، اللي هو مهندس كمبيوتر. تمام. بعد كده قال له what do you do in your job، قال له I design programs، انا بصمم برامج. تمام. يبقى what do you in your job، what do you do، ماذا تفعل في وظيفتك. قال له I design programs to use، انا بصمم برامج to use عشان استخدامها. what are you doing at the moment، بتعملها بايه. يبقى I design programs to use at home، انا بصمم برامج لاستخدامها في المنزل. تمام. بعد كده قال له what are you doing at the moment، بتعمل ايه دلوقتي. قال له I am developing in house programs، انا بطور برامج منزلية. how often do you have meetings، كم مرة انت بيبقى عندك اجتماعات. قال له I have meetings، انا عندي اجتماعات. اي حاجة ممكن اقول once a week او twice a week. بالنسبة للأسئلة الاختيارية، I always get up early to not ready for school، أنا دايما بصحى بدري عشان نقط للمدرسة، يعني حتى أستعد للمدرسة. يبقى get ولا make ولا do ولا have، هتبقى get ready. الإجابة نمبر A. السؤال الثاني، he helped his father، هو بيساعد أباه. to not the hole in the roof of the house، يبقى have ولا heart ولا take ولا repair، هتبقى repair بمعنى يصلح. الإجابة نمبر D. هو يساعد أباه لتصليح فتحة في السقف في المنزل. السؤال الثالث، children like to go space school trips، on ولا at ولا in ولا by، trips اللي هي رحلات قصيرة، دي بتاخد حرف الجر on. الإجابة نمبر A. السؤال الرابع، my father gives me a surprise when he bought me a new bike، هو أعطاني يعني عمل لي مفاجأة. bored ولا lent ولا gave ولا took، هو عمل لي هدية دوت مفاجأة، يبقى gave. أعطاني مفاجأة. السؤال الخامس، to get a good job you should have many، عشان تحصل على وظيفة جيدة لازم يكون عندك ايه كتير، يبقى عندك skills، مهارات. skills دي يعني جماجم. السؤال السادس، my sister likes to make her own clothes by herself، she likes، يعني هي اختي بتحب بتصنع الملابس بنفسها. هي بتحب ايه؟ يبقى تحب التخييط، الخياطة او الحياكة، اللي هي الاجابة نمبر C، sewing. السؤال السابع، I have a or Anne's best friend، he doesn't do his school work، أنا عندي صديق إيه؟ هو مش بيعمل الواجب المدرسي بتاعه، يبقى صديق كسول lazy. الإجابة نمبر دي. السؤال الأخير في الصفحة ديت، السؤال الثامن، Sarah's best near the table at the moment، الزمن بتدل على المضارع المستمر am أو إذا أرز الدور بأخوين جي، يبقى الإجابة نمبر دي is standing. في الصفحة المقابلة، I must run home، انا لازم اجري للبيت. mother نقط for me، امي تنتظرني. is waiting ولا wait ولا waits ولا wait، هنا الاحظ هنا تنتظرني، يبقى ده زمن ايه؟ ده زمن مضارع مستمر يدل على الاستمرار، يبقى is waiting. السؤال العاشر، on my way home، في طريقي للمنزل، I usually
space to drink a cup of coffee. دي بتدل على المضارع البسيط، يبقى اي بضغط فعل في المصدر، يبقى اي اسلوب. هي اجابه نمبر دي. بالنسبه لاسئله التصحيح، it not usually hot in summer. it بتاخد is، تصريف فيرب تو بي في المضارع، عشان usually بتدل على المضارع. السؤال الثاني، it not rain in autumn in some countries. هي الدنيا بتمطر في الخريف في بعض الدول، برضو it هتبقى rains. نجيب نمبر اسمها طلع اس عشان تقدر بسيط. ونقط build many roads nowadays. nowadays بتدل على المضارع المستمر ام او از اور زي الفيرب اخو اي ان جي، وبتاخد ار يبقى ار building. السؤال الرابع، زي سبيس تيك يوجولي ذا 10 اوكلوك باص. بعمل ايه بس؟ بحط يوجولي في الاول بعدين تيك، يبقى هنا هتبقى يوجولي تيك. غير بس المركز بتاع الكلمات دي عشان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الرئيسي. شكرا وسلام.